في 2050 البشرية قربات تنقرض، واحد من اللي قدروا يبقاو على قيد الحياة كيقلب ما بين الأنقاض باش يلقى شي واحد حي. تلقى واحدة حية من بعد ما طمنها ودعها شرح ليها الوضعية الحالية. ما تخافيش ما تخافيش، أنا هنا طبيب راه باش نعاونك. شنو واقع؟ راه البكتيريا المقاومة خزت العالم، راه كل شيء مات وانت اللي بقيتي حية دابا ما عندهاش الدواء. كيفاش؟ المرأة من بعد ما تزعلات شنو واقع الطبيب شرح ليها منين جا هاد الشيء. أنا وريك. أي واحد فينا فاش كياخد لونتيبيوتيك وكيدخل للجسم ديالو كيكون حرب ما بين لونتيبيوتيك والبكتيريا، ولكن فاش ما كنستخدموش بطريقة المناسبة ديك البكتيريا كتكون مقاومة والمونتيبيوتيك ما كيقضيش فيه. استهلاك العشوائي لي زونتيبيوتيك خطر عليك، رد بارد قبل ما حياتك تضيع من بين يديك.